ذكرت وكالة بلومبرج أن المسؤولين الإسرائيليين يقرون بعدم وجود استراتيجية محددة حتى الآن لكيفية نقل أكثر من 1 مليون فلسطيني من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه طلب من الجيش وضع خطة بهذا الصدد. في السياق أفادت وسائل إعلام باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات في غارات لجيش الاحتلال استهدفت مسجدا وعددا من المنازل في مدينة رفح.